الدور الاخير اعتقد انه معظم ردود الافعال استاءت بشكل كبير او رفضت بشكل كبير وجود صلاح في المركز السابع، وشافت انه على الاقل اذا لم يستحق بتحقيق الجائزه لابد انه كان يكون موجود على الاقل في الثلاثه الاوائل. راجن هيل، كنت بسالك على مستقبل صلاح مع ليفربول، هل تتوقعي بقائه في الانفيلد ولا يكون موجود مع نادي جديد بعد انتهاء التعاقد بتاعه؟ I am so sorry the phone line. أنا أتأسف جدا على انقطاع الاتصال. أعتذر بشدة لكم. لكن كما تعلمون محمد صلاح يحتاج ويجب عليها أن يوقع لليفربول. محمد صلاح يعرض عليها العديد الكثير من الأموال من الأندية الكبيرة في أوروبا. محمد صلاح الآن هو من أفضل اللاعبين في العالم، لكن أعتقد أن محمد صلاح لا يجب أن يغادر ليفربول. إذا بقي محمد صلاح في ليفربول فليفربول سيظلون يلعبون الكرة الجميلة المناسبة لمحمد صلاح. محمد صلاح يناسب ليفربول. محمد صلاح يستطيع أن يحرز المزيد من الألقاب والأهداف. فأعتقد أن محمد صلاح لديه الفريق المثالي الآن، فريق ليفربول لديه الفريق المثالي ليكون أفضل لاعب في العالم. إذا بقي محمد صلاح سيظل يذكر في النادي على أنه أعظم لاعب في تاريخ ليفربول. محمد صلاح عليه ألا يتسرع، عليه ألا أن يفكر أكثر، وأن ينظر للتجارب السابقة كما حدث لفيليبي كوتينيو، كما حدث لفرناندو توريس. هؤلاء اللاعبين غادروا ليفربول وكان لديهم عروض مالية كبيرة، ولكن الآن الوضع هو أفضل لمحمد صلاح أن يبقى في ليفربول وأن ينظر للأمر بشكل أكثر حكمة. محمد صلاح سيصنع تاريخا ساحرا مع ليفربول في تاريخ كرة القدم عموما. إذا نجحتي في أنك أنت تقابلي محمد صلاح أو تجري لقاء مع محمد صلاح، إيه أهم سؤال أو سؤالين هتسأليهم ليه في بداية لقائك بيه؟ حسنا، أنا كان لدي الشرف أن أكتب هذا الكتاب وأن أكتب عن محمد صلاح وعن بداية حياة محمد صلاح كلاعب كرة. أنا ذهلت وكنت مندهشة ومعجبة كثيرا ببداية محمد صلاح أن يسافر لمدة 10 ساعات يوميا من الشمال للجنوب للقاهرة عن طريق العديد من وسائل المواصلات. كان هذا الأمر كان صعبا، وكذلك المسجد الذي يصلي فيه محمد صلاح ليس بعيدا عن بيتي. ولكن إذا قابلته وأجريت معه حوار سأسأله عن عمله المثالي الآن كنموذج ومصدر إلهام للكثيرين أن يكون لديهم فرصة. وهو الآن هو من أفضل اللاعبين الذين تكلموا عن حقوق المرأة على سبيل المثال. سأشكره على ما أداه كنموذج مجتمعي رائع، وسأشكره على ما يفعله الآن كاسم من الأسماء الكبيرة التي تخدم المجتمع ويستخدم قوته كشخصية مشهورة في التأثير بشكل إيجابي على المجتمع. فسأسأله لماذا هذا مهم بالنسبة له أن يكون لطيفا مع الجميع وأن يكون مثالا جيدا للجميع. 4 مواسم قضاها محمد صلاح وسط جماهير ليفربول، أعتقد أن في قصة حب كبيرة جدا لاسم اللاعب المصري محمد صلاح. لكن بعيدا عن الكرة وبعيدا عن الملعب، هل شايف أن تجربة صلاح ومشواره مع ليفربول ساهموا بشكل من الأشكال في تغيير صورة ممكن تكون نمطية عن اللاعب المصري العربي المسلم الإفريقي من وجهة نظرك؟ طيب، يعني كان مهم جدا أسمع رد على السؤال، لكن للأسف فقدنا اتصال.